السلام عليكم اخوان، بخير هانيه، كل شيء مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مع اليوم فيديو جديد، رحله جديده مع احد الاصدقاء. مهم ان شاء الله غادي نمشيو نديروا شي تجربه، اما ان شاء الله تجربه ديال القيمرون، اما الصنور ان شاء الله الى لقيناه، الزيس، البوبيط، واحد الحنيش كبير كيصيدوا به، شوفوا ها البحر سارح على مولانا، الله يسخر. تحياتي للجميع، بسم الله توكلنا على الله، اللهم يسر. خوت لقينا واحد البياسه هنايا على مولانا، الله يسخر فيه. العقرب دخلت عنده هو يضربها، خرج نص هذا خرج. مفترس هو. مفترس. الله يخليه ليك، خرج ماشي كبير. الله أعلم ولا كيفاش داير. ديال هذيك الصوفه هي اللي تعرفوا انه كاين تما. لا كاين ها مازال لابد خرج. شفتو خرج بصحتك. شفتو خرج بوحدو شم الريحه ديال السردين وخرج كيقلب على السردينه. واخا كيتعطل شويه من خرج، ولكن هكا راه دير صبعك يعطك. ياه سبحان الله العظيم، اش خاصك دير؟ انت غنعطيه السردينه غادي ياكل فيها. واخا مشدود دابا، واخا مشدود غادي ياكلها. راه داكشي دير يدك يقدر يعضك. هاك هذا ما بغى ياكل. هاك انا شديت راه انت ولا تنزل حيدو لي هادشي مزيان، ماشي كيبان لك الراس ديال ها هو. شوف دابا ودابا غندير واحد التجربه. دابا هذاك مشدود هنا وهذا الاخر اللي لهين. اييه ياك واحد هذا غنديروا ليه الملحه، والاخر ما غاديش نديروا ليه الملحه. واحد غدير له الملح وواحد ما غديرلوش الملح. ايوا نشوفوا شكون اللي غادي يخرج، شكون اللي يخرج بالعزله. ها انت هذا هو درنا ليه الملح هكا. اييه شفتوا هذا غادي يخرج بوحدو، يدخل ليه في الغار. كتحرك له شويه باش تدخل معاه الداخل. اييه هذا هكا، وهذا غنوريك واحد التجربه واحده اخرى. هذاك خليه الملح. ها هو، ولكن حنا كنحاولوا ما نشدوش بزاف، لان معقول باش نصيد داكشي اللي غادي تستعمل. دابا هاد ثلاثه راه المهم، راه درتي دابا ثلاثه وثلاثه التجارب.
اللهم بارك. راه باش ما نضيعوش، راه وحده ديال استعملتي فيها الملح وحده بلا جينا نلقاو تشد 10 ولا 12 ما كاين والو، ما كاين لاش معقول نجبدو في الملح حنا نشوفوا اللي سميتو ان شاء الله. فهمت باش ما دابا الا جينا غنشدو بزاف غنضيعو. معقول شد داكشي اللي غتصيد به الانسان مزيان يحافظ على الثروه البيئيه. وعلى مولانا الرياس كنشكركم على هذه المعلومات القيمه. تحياتي ابونا مع الرئيس الحسن وراه الرئيس ديالنا هنايا وكيدير لكم هذه القناه باش الانسان كتستافدوا منه بزاف، باش على حساب الصيد على حساب تاع الحوايج ما كنكونوش عارفينهم كنتعلموهم منه. وديروا ابوني وهادشي اللي غادي نقول لكم. الله يحفظك الدي الرئيس، شكرا لك، مرحبا بك. على مولانا الله يسخر. الله يحفظك. ياس تاجين الميناء شوكا شريكا الملحه اللي كيقول لك الانسان ها انت على الطريق على الملحه وجايه بوحده بالملحه انت انسان كيبقى يتمحل معاه بالباس باش النص ديالو. ولكن كيفاش اصلا هذا اصلا مقطع خلف، هذا فايت النص ديالو مشى وخلف ليه النص ديالو. سبحان الله سبحان الله، ماشي تقطع اول مره دابا هذا سبحان الله. انت هو راه كيكون طويل فيه 2 متر ونص 3 متر، دابا هذا فايت مقطع خارج الضرب النص ديالو مشى هو كيخلف. بدا كينبت سبحان الله كينبت. ياك شفت هذا ديال الملح راه الزربه كيخرج بوحدو. اي شفتو عيا صافي ولا مرخي دابا الملح صافي بحال كيتشلو. دابا انت شوف سبحان الله العظيم كتسحبو واش تقطع هو راه اصلا دايرك فيه غير النص. سبحان الله العظيم راه بدا كينبت مسكين يلاه كينبت. هو كينبت سبحان الله، بحال 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 ازايز اللي كيدابا تنضرب في الكرعين ديالو كينبت. هي التجربه الاولى ديال الملح راهي ناجحه. الانسان بلا ما يبقى يتقطع عليه هو الاخر غنسولو الملح ديالنا. ها هو هذا داك اللي خبطناه في الراس كويل. نديرو ليه هذا، نديرو ليه الملح ونخليوه. المهم غير كنديروا التجربات. شوف دابا راه لاصق ما كيتحرك. مازال صحيح هنا شاد. صحيح صحيح، ولكن غادخل ليه الملحه غادي ترخب بوحدو. دابا انا خاص الغار ديالي يدخل معاه الملح. سبحان الله عليه الملحه كديرها له صافي تهرس له الجهد ديالو. دابا الملحه ما كتاثر على ما لا والو، ماشي بحال اللي كيدير شي حاجه كتكون خطيره على المصيد. مثلا شي حاجه اللي ما خدامش بحال شويه كيديروا جافيل ازايز وداك الشيء ما خدامش كيخرج على المصيد وداك الشيء اللي حداه كيموت. الملحه راه هي من البحر دوب كتمشي خارجه من البحر ما غتاثر عليه والو. ياك حس شويه تزاد زاد دابا حتى هو كيجبد شويه غادي يعيا غادي يخرج على راسه بطل. هنا خوت هذا اللي درنا له الملح هو راه باقي باقي مازال ما خرجش. عمرنا كنتسناو هذا الشيء راه كيدي الوقت الانسان ما يزربش. شحال الماكسيمو قاعد تصبر عليها الرايس؟ تقريبا ربع ساعة. ربع ساعة تقريبا ياك. ربع ساعة غادي كيكون بعدا مشى ليه الجهد ديالو. دابا هو غير كيجبد من تحت كيعيا شوية هذيك الساعة غادي يترخى. مزال شد صحيحة صافي خلي تخلو الملح. حنا غير كنديرو تجارب وصافي. المهم هاد الملحة هادي كترخيها شوية خلي حتى يترخى مزيان. داكشي اللي كاين ما زرباني هنا شوية يعني خصو يحصلو صافي. هذا نديرو كيف ما كيخرجو هذاك تعطل هذا ما بغاش يخرج.
كبير تبارك الله. هذا معاه كاين في الحجر شاد والله، فيك تكون في الحجر كيكون شاد راسه تمكن. كيكون تمكن في الحجر هذا. شوي بشوي جبد فيه وكتورك عليه تما باش تعييه. لا كانت الفاس كتعاوك هو كتجبد به الفوق كتشد به، ما خصك ترد معاه البال باش ما يتقطع. هاو شتي قلت لك تقطع تقطع. وكبير يا صاح قياسه زينه كيبغيش تزرب عليه. هيا هذا ما بغى يكتب.